فين رد الصيد؟ يعني انت مشيتي ورا نزواتك، ورا شهواتك، وسمتيه في اول مره حاولت تقتليه بالسم، حاولت تسميه وربنا نجاه، ما رجعتيش برضه، وصل فضلتي مع الكلب اللي هو عشيقك ده، شريكك في الوساخه والقطار، كنت تطلقي منه وتسيبيه رب الولاد، عارف هيفضل ملازم ولادك، هتموت وبرضه هيفضل ملازمهم، جنيتي عليهم وانت حي وانت برضه ميته، يفضل يلازم ولادك وولادكم كمان بعد، كنت سيديه يا رب العيال، وكان مجتهد وكويس، حاول يرضيكي بكل السوق، عايزه بيت بره البيت، بره بيت العيله، جاب لك بيت، اشتغل في مكان واشتغل وظيفه ثانيه ويجيب ويحط لك ويدي لك الفلوس، وانت ماشيه في الخساره برضه والخيانه والخص والندامه، اخس عليكي لعنه ربنا عليكي اليوم الدين. إذا حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من السيد محمد، السيد محمد ورندا إسماعيل محمود محمد عبد الله بالإعدام شنقا عما أسند إليهما وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بنواصري، والله لو كان الأمر لي لكنت أنفذ فيكم حكم الإعدام، أقطع كل ميول منكم حتة، على الشباب اللي راح ده رفعت الجلسة، رفعت الجلسة.